أما بخصوص الطعن الثاني رقم 51 للعام 2017 المرتبط بتفويض ذات قطعة الأرض وتسجيلها باسم البعثة الروحية لبطريرقية موسكو بالقدس، فإننا نؤكد في هذا المقام على أن قرار الاستملاك الأول تقرر إعلان انعدامه، وبالتالي ما ترتب عليه من آثار تمثلت في تسجيل الأرض المستملكة باسم الخزينة العامة أصبح منعدما حكما بالتبعية، ولا تملك الإدارة تفويض أي قطعة أرض ليست مسجلة باسمها. ومن جهة أخرى، فإن القرار بالاستملاك كان مثار نزاع وطعن أمام محكمة العدل العليا بالطعن الأول رقم 103/2016، وكان قرار الاستملاك موقوف التنفيذ بحكم المحكمة بقرارها المؤخر، وجاء القرار القاضي بالتفويض أو الهبة إلى البعثة الروحية لبطريرقية موسكو أثناء نظر الطعن الأول المرتبط بقرار الاستملاك الموقوف نفاذه، الأمر الذي شكل كذلك اعتداء وغصبا لسلطة القضاء في الفصل بالمنازعات المعروضة عليه من جهة الإدارة، ما يجعل من القرار محل الطعن الثاني أيضا منعدما لا أثر له ولا تأثير على الحقوق المتنازع عليها أصلا أمام جهة مختصة قانونا بالفصل بالنزاع. لهذه الأسباب تقرر المحكمة قبول الدعويين موضوعا وإلغاء القرارات المطعون فيها لإنعدامها وإلغاء أي آثار ترتبت عليها، حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم بتاريخ اليوم. احترام المحكمة. شكرا. فعلنا جلسة. محكمة.